مبنى بلا طلاب بدون حارس، لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب بدون حارس، والطفل بيعاده بصف خامس، والطفل بيعاده بصف خامس، قد هو في الجبهات والمدارس غاغة، والله انها غاغة ذي في اليمن غاغة غاغة ومفراغة غاغة، والقتل عادي من قتل يقتل عادي، والباب مفتوح من دخل يدخل، يدخل وابو وابو من شل قالوا شل، وابو وابو من شل قالوا شل، والشعب جاوع ما لقي ياكل غاغة 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 غاغة. اهلا وسهلا، ما معانا؟ المجهود الحربي. اي مجهود حربي؟ عاد احنا ادينا الخمس تابيد الخمس. جيب سريع. طيب ما ينزل الالي؟ ما دخلك جيب. اوه يا ابني، يصير الدرس ولا سير؟ انت من انت الحين؟ ما جاي جاب لي المشرف. من المشرف هذا؟ جيب الخمس يا اخي. اتقل الله، احنا دفعنا المره الاولى والمره الثانيه، وابي بدفع لكم كل شهر. جسني شقاع عليكم لا يحيي. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بسيدي وعين. اهلا وسهلا. حياكم الله. كيف حالكم؟ من رسلكم؟ المشرف. المشرف على طول يا معها. ايش الموضوع اللي بتصير؟ مسخه مسخه مسخه. ما ولدنا على طول. قول له بنجيبه للبيت ولا يخاف من شيء. والمجهود الحربي؟ كل شيء اللي تبغاه. مجهودك دخل الدفع خلف ابوك. سيدي وعيني، ولا يهمك من هذا النص من هذا النص، ولا نديه لا عنده. اقول المشرف ارسل عليه ولا ابو 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 عليه ولا مونه. من ما هو ابوه؟ من ما هو على طول؟ الله يوفقك ولا يهمك. ولدي حقك لا عندك. يلا سلام. ايوه ودي لهم يوميا. مال بطونك ماله؟ اي احنا شقاع عليهم. ما نبي شقاع عليهم. هؤلاء هؤلاء يوميا وهم يشتوا اكل. صامطين. احنا صامطين. صامطون صامطون مش صامطين. صامطين. اي صامطون. المهم صامطون صامطين، احنا صامطين. ايوه نشقاع على هؤلاء. اسمع، هو دارينا البلد بتتعرض لعدوان. يا بتق الله، ما قد جمعنا الا 2000 من الصبح، انتهى لهم. عادي الله، واذا ما دفعناش لن يرزقنا الله على ما قال السيد. انت مؤمن بهذا الخزاع؟ في سبيل الوطن. والله انه عشان نشقى عليهم بس. من هم؟ هؤلاء ولا لا نفعوا حكم ولا نفعوا الدولة ولا نفعوا لشيء. من بتساير يا ولدي؟ من بتساير؟ احنا بنشوفهم يوميا. خلنا نجربهم يا اخي، نجربهم ايش حيضرنا؟ جربنا ها، لا عد لقينا ما ناكل، احتار رزقه حقنا يجوا ياكلوا. ما احنا صامطين صامطين. صامطون اسمها صامطو. لا تكون تصيح فوقي، انا ابوك ولا شان. ايش انا؟ ايش انا؟ فهمني ايش انا؟ ولا جيت بقعتي وانا اقع ولا؟ وانت بتشجعهم يوميا؟ حاضر من عيني يا سيدي. يا عيني البلد بتتعرض للعدوان. ليش ما هم ما يتعرضوا؟ ها؟ ليش ما هم ما يفقروا؟ ليش ما هم ما يدوروا مثلنا؟ المهم صامطين. يا ولدي خلنا نجربهم ايش حيضرنا. يا با كملونا فما والله ما عاد الناس طفشوا، ضاقت بهم الحال. هم يوميا اعياد، يوميا موالد. يا ولد صامطين، اهم شيء احنا صامطين. والله لا نرجع نكون نصطاد وندور حشرات وارانب في الصحاري وفي الجفاء. نصطاد؟ تخيل مثلا بنصطاد بالرمح. واذا ما وصلنا وانت تضحك وانت عودهم. وقذا بنصطاد سمك بالرمح. والله لا نوصل، لا اضحك شابا. لا 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 لا. والله لا يوصلون اعظم. صامطين، جهز لهم حقهم الخمس وجهز لهم حقهم هذا وعلى طول تمام. مش لا 2000 ريال. ادي لهم مصاريف تسلف عادي. وكذا نفس يا اللي خلي خلي انتوا كل غدا. شوف لا اين الرمح الثاني يا ولي؟ ابا اوه ولا لقى شيء والله. رحت المسيره؟ اي مسيره؟ ما المسيره هذه قالوا يوم الشهيد ولا يوم؟ اه رحت شلوهم الجن. ايش هذا؟ رحت اصطاد والله ما لقيت الا هذا. سنجاب ناشف. يلا انت ولا شربت في الطريق؟ ماشي والله ما نتغدى. الله الله وفقك. جارنا الدارن ولد اصطاد اسد. ما عد ولا حيوان هنا والله، ولا حيوان. انا دقيت الوادي من الطرف. ما عد لا كلب ولا ضبع ولا شيء. انتهوا كل حاجه.
مجاعة مجاعة، احنا في مجاعة. خلى هذا غضوة معنا عزومة. شويها. لا خلى الغضوة معنا ضيوف. دخلها بين ماء. أي حانك الدبان والله النحان. وع رجال صامدوا. نايت سما صامد. صامدوا. لا متى. لا متى إيش؟ لا متى نصوم. صامدوا وبس احنا ما علقينش ما ناكل. بعد رسول الله الرجال سوس سوس سوس. صباح الخير. هذا الرمح صباح النور أيها يا ابن رسول الله. من قال لكم تصطادوا هنا؟ تعال يا سيدي تعال يا سيدي هنا على أساس كلمنا. من أمركم تصطادوا هنا؟ من أمركم؟ من أمركم تصطادوا هنا؟ يا سيدي هذا حق حق من حق حق سيدي عبد الملك. يعني ممنوع؟ خلاص ممنوع. مش حق أبوه ما عاد لقيناش ما ناكل. وبعدين الخمس ما أفكاركم ما تدوا. باندي الخمس والربع والثلث والعشر والأحد والزبد. بس من أين أنتي لكم؟ من أين؟ هاي ما تقدر أنت بتمكنهم. أيوة أيوة أيوة. من أنتي هذا كله؟ صامدون يا أبناء ما لقينش ما ناكل. صامدون ولو هذا عدوان. وينه حق يوم الشهيد؟ يوم مكنها البصيرة. كم قد عندنا يوم الشهيد؟ كم أيام؟ خلاص ما عندي لكم البصيرة. شاه مش على يوم الشهيد. بصيرة البيت. وحق اسمع الحفظ لما أعفر وجهك أنا. يوم الشهيد ويوم الزهيد. يوم البهيد يوم البهيد يوم زهيد يوم الرهيط والبكيد. من أين أنت لك هذا كله؟ من أين أنت لي يا أبا؟ صامدون يا حمو. لا تجد لا تجدك على ابن رسول الله يا أبا. لا تمشي له مش على ما يشتوا. حاضر بعدك تتوب. حاضر أبا ما عاد لقيناش ما عاد معنا إلا البيت. البيت حاضر يا سيدي ولا يهمك. آخر مرة نجي هنا خلاص. لا تولع يا وليد خلاص الآن. من أين الآن؟ صامدون صامدون ليه حين صامدون ما عاد مناكلش. حاضر يا سيدي. من انت له؟ صامدون عيب هذا وطن. هل السيد بيقول لك للسيد مش هو الوطن هذا؟ صامدوا ولو السيد هو ابن رسول الله هو الوطن. ياكل ويفتن واحنا؟ صامدوا اهم شيء هو اهم شيء يدافع عن الوطن. ما عاد لك اكل اكلها ايش ناكل؟ صامدوا والله لا يرجعون هؤلاء لو نصدق لهم العصر الحجري. العصر الحجري؟ ايش بتهاقي نفسك؟ هذا حق الصلاحيين والمرتزقة يقول لك العصر الحجري. والله ما يوصل لنا الحجر العصري ان احنا نوصل للعصر الذهبي. بنشوف حقك الصامدون. صامدون صامدون والله ما عذر ما يوصلنا للعصر الذهبي. نصبر العصر الذهبي منتظرنا. هلا وليدي تعال تعال كم بوليدي تبغى تسيدي وإني بناها ما يذبو. هلا وليدي جلالي بق بق أنا حتى أنا برا أتجلى. ده ده ده. علي بريجي. عل عبدي بريجي. أكثير ويد. ولكن أخبي. ده 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 ده. ده 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 بابا ده 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 ده. بس بس أنت لو بدينا بدأ. هل من 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 من
خضر عليه السلام. الخضر؟ باقي واحد ما قلتوا عليه مولد، كلنا ولد ولد مولد. باقي واحد نحتفل بعيد ميلاده. ابونا ادم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج يا مهدي جي بعدي. ضيفنا آية الله محمد. لا. السيد. السيد محمد أكبر معرجاني. لأن هذه تعتبر إهانة. أهلاً وسهلاً. يجب أن تذكر السيد محمد علي أكبر معرجاني. سيدي وعيني أنت. أهلاً وسهلاً. نتحدث في هذه الحلقة عن الخمس. الخمس. ما هو الخمس؟ الخمس كما جاء في القرآن، فإن لله ما غنمتم من شيء فإن لله خمس. الآية أنا لا أذكرها ولكنني أفهم معناها. أنت حافظ لله ما أنا لا 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 أنا أتكلمنا في أكثر من حلقة أنه لا ليس ضروريا أن تحفظ القرآن. لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا أنا أحفظها، ولكن البعض يفسرها كأنها لكذا وكذا وكذا. لا، هذه الخمس، الخمسة آل الكتاب. هؤلاء أهل هذا الذي يستحق الخمس لهم. نعم، أما إذا عندك أنت تفسير ثاني فتكلمت. مذكور أنه لليتامى والفقراء. اليتامى، نحن اليتامى. اليتامى الذي لا نحن اليتامى، من يقصد في هذه الآية؟ أنتم يتامى أنتم؟ نعم. لقد قتلوا علينا الحصيفي. متى قتل؟ في صحراء. حسين بن. فمن قصدك؟ حسين بدر الدين. أيوة حسين بدر الدين. نحن اليتامى. أنت قصدك من؟ أعظم الله لك الأجر. أقصد الحسين بن علي. يا الله أي عزو تعال إن شاء الله في الصف القاعة الكبرى عن عزو. البول أنا مش خلص صامت. البكاء سيدي. الحمد لله والشكر لله. انتقل إلى السؤال الثاني. يقال أن الخمس يدفع للمهدي. نعم. وليس لكم. نعم أنا أقول لك. ما علاقتكم بهذا؟ كما نعلم أن الخمس المفروض أنه يؤتى للمعصوم وهو المهدي. عندما مات لمن تسلم؟ للأئمة الاثنى عشر. وبعد أن مات آخرهم لمن ننتظر؟ لا ما يجي. ها أنت مجنون ألف سنة. فالحمد لله حتى يأتي أجدادي. لا 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 تجن تموتنا جوع، أنت مجنون. على العموم بعد هذا جاء يعني حديث سكعنا حديث، إذا جاء شخص يشبهني ما علينا ولا واحد يشبه. بعد فترة سكعنا حديث أنه إذا أن قد أذنت للعلماء أن يحفظوا ديننا وإلى ماذا أنت تعلم الكتاب، فتكونت هنا الحوزة. وقد يقول أحدهم أنها كما تقول أنت أن نحن أخذنا، لا نحن نأخذ الخمس إلى أن يأتي المهدي فنسلمه الخمس. أنت موكلة عن نعم. ما حكم من يمتنع عن دفع الخمس؟ لا يجوز الامتناع عن دفع الخمس، ومن لم يدفع الخمس قسمناه أخماسا، الرأس والجذع والأطراف منبهلا،
فيما بدا الخمس يا قومي لها شللا. نعم يعني جزء أبو هذا البرنامج هو مباشر اتصالات مع الجمهور وكذا. نعم في اتصالات إذا وصلنا اتصال يقول أحدهم الآن وصلنا الاتصال معنا اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا حيا أما يمكنني أسأل. أهلا وسهلا تفضل. شنو سؤالك؟ هل الخمس على كل شيء؟ هل الخمس على كل شيء؟ نعم في كل شيء إلا في المحرمات. في المحرمات لا يجوز لأنها ليست فريضة ولا فهو الخمس في كل شيء. نعم حلال. نعم نعم الحمد لله. أنا أبيع خمر. أنت إيش؟ أبيع خمر. تبيع خمر؟ بالعكس إذا كنت تريد أن تجعل مالك حلالا زلالا بلالا هلالا فادفع خمسين. الذي يبيع الذي ماله حرام فعليه خمسين، خمس للزكاة للكذا وخمس لتطهير الحرام. وقد يخرج خمر يعني ما فيش مشكلة. بيتي معروف أنا أتصرف في هذه الأشياء شيء عيني لأن هذا حاجة لا نفرط فيها. المهدي منتظر. المهدي ما بعد. المهم ليش ما أخذتوا منا رقمه؟ إنا لله وإنا سيوصل الأشياء العيني إلى بيتك. سنذهب نحن إليه إلى بيته إلى بيته أو إلى مخمار لأن هذا واجب يجب أن يدفع. نعم. طيب هناك من يسأل من لا يستطيع دفع الخمس ماذا يعمل؟ يتصرف حتى ولو يسرق. هذه فتوى ادفع الخمس يدفع. من مالك أو من مال حبايبك. نعم. أقول لكم قاعدة المال الحلال إذا لم يدفع الخمس فإنه يصبح حراما والمال الحرام إذا خمس فإنه يصبح حلالا وهذه قاعدة وعليها فاضرب. أما ما قلت أنت أنه في الغنيمة من ما غنمتم من شيء. نعم أنا أقول لك هذه. نعم أنا أتكلم أنها ما غنمتم كانت في بداية الإسلام وقد كان هناك كفر ومسلمين كفار ومسلمين فكانوا المسلمين يذهبون إلى الحرب ويغنموا ويقسموها بينهم أخماس. أما بعد أن دخل هؤلاء كلهم إلى الإسلام من نجي لنا بخمس نموت جوع نموت جوع قلدك الله والناس كلهم الحمد لله أنهم ما دخلوش كلهم الإسلام فيها. الآن ستقول أنا أفهم ما في رأسك ستقول هناك أمريكا وهذا ماذا نحرم. ليش نتعب أنفسنا وأصحابنا جنبنا؟ نبز من أصحابنا أولا الخمس لأننا نختبر إيمانهم فإن دفعوا الخمس على طول نروح نحارب أمريكا. لكن هنا عندنا ظاهرة في اليمن أخذوا ما أعجبهم في الطريق. أنا أقول لك هناك شيء البعض يقول أنها لازم تكون حرب حتى نغنم شيء. أيوة. هذا هو سؤالك. لقد عرفت السؤال من نظرة الشيء من نظرة الرجال تعرف أنا خفايا. نعم هذا هو. فأقول أن الخمس إذا كان المسلمون لا يريدون حرب فنحن مستعدون. نحن مستعدون كما يحدث اليوم في اليمن. الحوثي رفضوا أن يؤتوها الخمس الآن شل اليمن بكامله. لو دفعوا لها الخمس إيش كان يضرهم؟ لا شيء. نعم فنحن لا وكما قال سيدي في عبد الملك لأنه من آل البيت قال عبد الملك قال يا طرفي لما تسهر شفت شي في طريقك وعقبك شل وإن كان عادك غشيم لا تعشق المظهر إذا دخلت المدينة قل بسم الله. وهناك عدة أغاني في هذا المجال على الخمس يقول خمسين حواسي سائلني عن الغرب أتعرف من هم الجرحين؟ حسن بدر الدين.
هناك أيضا كلام كثير في الخمس، وأنا أقول الأدلة أبكية، هناك في أدلة حبيتني حبك ضيتك أخماس الأولى في العين مفرق الرأس والثانية أقول أن من يحاول أن يتهرب من الخمس، هل تعلم أنه جاء أحدهم إلي وقد احترق بيته وماله؟ لماذا؟ لأن معه مرتب وأسرته كثير، وذهب ليشتري علاجا لابنه كان عيموت ولم يدفع الخمس فاحترق البيت كاملا. يا الله. آخر سؤال من أحد الأخوة يقول: نحن أسرة كبيرة وراتبنا لا يكفي جدا، هل يجب علينا دفع الخمس؟ أشهد أنا تحاكيت، قلت لك الخمس ولا والله لا أشياء. ما أظنش إيش أكثر من كذا، أكثر من كذا ما يمكن تتكلم. مشاهدينا الكرام، الخمس الله الله، الخمس وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، فيها خمس مرضوة، فيها خمس في أمل الله. مع السلامة. غاغا سالكين الملايين ردوا حقوق المساكين وبطلوا قلة الدين خافوا من الله شوية. مكنونا مع الله يشلها المفترية.
وجت اليد والشلط أبا على جد وباسم ملة محمد بتسرقون الرعية واخبر دليل الجبايات بتمكنوا شعبنا هات يا اهل النفوس الدنيه زكاه ولا ضرايب وحين جبايه نحارب والخمس مفروض واجب للاسره الهاشميه لا حول ولا قوة إلا بالله.